بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. هذا الجزء الثالث وإن شاء الله راح نكمل العينات التي درستها في السابق. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري، مثل ما تلاحظون نباتات شفافة، درست فيها الميكروبات والفطريات والطفيليات، مثل ما تلاحظون فيها فطريات نسب كبيرة جدا. النقاط السود هذولي عبارة عن فطريات، ومثل ما تلاحظون هذا أحد أنواع إسفنج البحر، مثل ما تلاحظون إسفنج البحر متواجد نسب كبيرة جدا في البحر الأحمر. طبعا هذه فصيلة بنية، طبعا هذه عبارة عن أنسجة نباتات متحللة، درست الميكروبات والطفيليات اللي فيها. بسبب قلة القوارير المتواجدة عندي أضطر أني أستخدم قوارير بلاستيكية، وهذه أحد الرخويات التي درستها عبارة عن نوع من أنواع القواقع. أحد النباتات التي درستها في السابق اكتشفت فيها الميكروبات والطفيليات المتواجدة فوق جسمها، وننصحكم أنكم تكون حذرين في التعامل مع النباتات في التحديد. هذه أحد النباتات التي درستها في السابق اكتشفت فيها الميكروبات والطفيليات اللي فيها، وننصحكم أن تكونوا حذرين جدا في التعامل مع النباتات بشكل كامل. اكتشفت فيها فطريات أيضا، ممكن تلقون أيضا كائنات جديدة. هذه أحد العظام التي درستها في السابق ترجع إلى عظام قطط مثل ما تلاحظون. هذه أحد النباتات التي درستها في السابق ترجع إلى نوع من أنواع الخس. اكتشفت فيها فطريات وبكتيريا وفصائل كثيرة جدا من الديدان والأحياء الأخرى. طبعا هذا أحد المخلوقات التي درستها في السابق مثل ما تلاحظون، عبارة عن مرجان البحر، يعني غالبا يعيش على أطراف الشواطئ بين الصخور وعمق وأعماق البحر أيضا. طبعا هذا أحد النباتات التي درستها في السابق واكتشفت فيه فطريات، بكتيريا، ديدان، أحياء دقيقة كثيرة جدا يعني. هذه أحد النباتات التي درستها في السابق واكتشفت فيها ميكروبات وطفيليات وديدان مجهرية وفيروسات أيضا، ممكن تلقون فيروسات، يعني يكونوا حذرين جدا في التعامل مع هذه العينات. معليش بس راح أغير القفازات لأن تم استهلاكها في عرض. العينات طبعا أنا أنصح الباحثين في دراسة هذه الميكروبات والطفيليات، يعني يتم تقسيم العمل على الباحثين والعلماء في هذا المجال بالذات، يعني مجال الميكروبيولوجي التشريح مجال يعني حلو وجميل جدا، مجال علم الأحياء النباتات، علم الحيوان، يعني ممكن يكون في يعني نوع من أنواع يعني المتعة في دراسة هذه الكائنات الحية. ويعني أنا صراحة قضيت أكثر من 9 سنين أدرس هذه الكائنات الحية، كانت متعة يعني وقت
جميل جدا في التعامل مع هذه المخلوقات. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن تحلل الليمون، وطبعا اكتشفت فصائل كثيرة جدا منه. يوجد فيه فطريات وميكروبات وطفيليات مثل ما تلاحظون، ويوجد نسبة كبيرة جدا من الفطريات. وأنا أنصح يعني أنكم تكونون حذرين جدا مع الميكروبات لأنها خطيرة جدا. طبعا هذه أحد الصخور البركانية، هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن فصائل كثيرة جدا من المحار. ممكن تلقون محارات كبيرة جدا وضخمة. وهذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن نباتات اكتشفت فيها الفطريات والبكتيريا والأحياء الدقيقة الأخرى. هذه أحد النباتات التي درستها في السابق، عبارة عن نباتات تعيش في فصل الشتاء وتكون فيها شوكة شوي، يعني اكتشفت فيها ميكروبات وطفيليات وميكروبات يعني جديدة بعد. هذه أحد النباتات أيضا اللي درستها في السابق، عبارة عن نباتات تعيش في فصل الشتاء في الجزيرة العربية، تتحمل ظروف الحرارة والبرودة في نفس الوقت كونها متطورة. هذا أيضا أحد النباتات التي درستها في السابق، يكثر في الأحساء يعني بنسب كبيرة جدا. اكتشفنا فيه فصائل من الميكروبات والطفيليات، ممكن تلقون يعني فصائل كثيرة. أيضا هذا أحد النباتات التي يعني درستها في السابق، مثل ما تلاحظون ممكن تلقون فيه ميكروبات وطفيليات وممكن تلقون فطريات أيضا، وتلقون يعني أشياء كثيرة جدا فيه. وأنا أنصحكم يعني محبين دراسة علم النباتات، انتو يعني متخصصين في ذا المجال وعارفين. ومثل ما تلاحظون هذا احد النباتات يعني الاخرى، اكتشفت فيه ميكروبات وطفيليات وديدان مجهرية، كونها يعني تعيش يرقات مجهرية داخل النباتات، تعتبر يعني نباتات طفيليات متطفلة على الأنسجة. طبعا هذا أحد النباتات التي درستها أيضا في السابق في مختبري، ممكن تلقون ميكروبات داخل جسمه مثل ما تلاحظون. شفت في ميكروبات وطفيليات كثيرة جدا. وإن شاء الله راح نقسم الجزء إلى جزء ثالث، إلى جزء رابع إن شاء الله. كان معكم الدكتور خالد بن سعود حليب، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.